دايما احنا المصريين عندنا مناسبات مهمه وتواريخ مهمه نحتفي ونحتفل بيها ونوضح قد ايه بنحب الناس اللي اتولدت في التواريخ دي. النهارده 17 مايو عيد ميلاد الزعيم، زعيم عادل امام اللي بيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثمانين، ربنا يديله الصحه وطول العمر والعافيه. تاريخ ومسيرة يعني كبيرة جدا، مسيرة فنية يمكن أكتر من 60 سنة من عمر الفن المصري، عشان كده مش هنكون بنبالغ لما نقول إنه عيد للفن المصري. إحنا مع الزعيم عشقنا الفن ودبنا في غرام السينما والمسرح والتلفزيون، الحقيقة إنه هو بيستحق إن إحنا نحتفل بيه كل لحظة وكل يوم أمتعنا بتاريخ طويل بطلته وبهجته. ودايما لما تسمع صوته ولا تشوف مشهد ليه تشوف قوة مصر الناعمة على مدار العقود الطويلة دي. هو كان وما زال الحقيقة خير سفير لقوى الناعمة المصرية، وإحنا بنحتفل بعيد ميلاد زعيم عادل إمام كل سنة وهو طيب ودايما بصحة وسعادة يا رب. نروح للفنانة الجميلة إلهام شاهين، النجمة إلهام شاهين، أهلا بيكي، مساء الخير على حضرتك ودايما منورانا في التاسعة. وإزاي شايفة احتفال الناس مش بس في الوسط الفني، في مصر كلها بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام؟ يعني جميع القنوات بتحتفل بعادل إمام، فده شيء محترم وكلنا سعداء بده جدا. وبعدين عادل إمام مش مصر بس تحتفل بيه، كل العالم العربي يحتفل بعادل إمام ونقول له شكرا أنه أسعدنا كل هذه السنين بفنه الجميل. حقيقي ادانا سعادة كبيرة وادانا رسائل هامة وتعلمنا منه. يعني عادل إمام أول واحد كان ليه مواقف عظيمة مثلا في محاربة الإرهاب، ومش بالكلام. لما يعمل فيلم الإرهابي اللي هو فيلم يعني يدي ثقافة كبيرة ويدي فكر مهم ويفهم الشباب اللي بتعمل لهم غسيل مخ عشان يتحولوا لإرهابيين إن ده مش من الدين وإن ده بعيد عن الدين الإسلامي، وإنه لما هيفوق ويعرف إن دول ناس مش عارف يتراجع. يعني فيلم مهم جدا جدا في توقيت كان مهم جدا جدا، محدش يجرؤ يقدم النوعية دي من الأدوار غير عادل إمام. سلسلة الأفلام اللي عملها مع الأستاذ الكاتب الكبير طبعا وحيد حامد، أفلام مهمة جدا جدا وتحتاج لقراءة ما بين السطور. يعني ما تقدريش تاخدي الفيلم بشكل كده سطحي، لكن محتاج يعني الواحد هو بيتفرج لتعمق في المعاني اللي بتتقال وفي المواقف اللي بنشوفها على الشاشة. فعادل إمام زي ما أمتعنا بأعمال تضحكنا من قلبنا، بكانا من قلبنا، خلانا عقولنا تشتغل وتفكر، خلى مشاعرنا تتحرك، فهو أثر فينا أكبر الأثر. يعني شخصية مؤثرة جدا جدا في الثقافة المصرية وفي الفن العربي بشكل عام. صحيح. وبعدين الوحيد بقى السينما والمسرح والتلفزيون اللي قدر في كل المجالات يخلينا نلتف حوله ونهتم جدا ان احنا نتابعه، لانه نجح نجاح كبير جدا في جميع مجالات الفن. بكل تأكيد، ويمكن ده سر التعلق الشديد من المصريين ومن الناس كلها في الوطن العربي بعادل إمام. وكنت بتكلم انه في كل المجالات بيبقى عندنا رموز كبيره جدا بنحتفي بيها، والحقيقه الفنان الكبير عادل إمام عنده بصمه خاصه في كل المجالات زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، سينما ومسرح وتلفزيون، وده اللي خلى اجيال مختلفه ترتبط بعادل إمام. الفنانه إلهام شاهين، حضرتك يمكن اشتغلتي مع الزعيم عملين، الهلفوت ورمضان فوق البركان. ايه اكتر حاجه إلهام شاهين تفتكرها وتيجي في دماغها اول ما بتفتكر اعمالها مع الزعيم عادل امام والرسائل اللي كانت بتوصل لحضرتك من الزعيم عادل امام؟ انا في عمل كمان اسمه امهات في المنفى، ده اول عمل في حياتي اقف فيه قدام كاميرا، كان برضو بطوله عادل امام. اكتر حاجه افتكرها ان هو اللي رشحني للهلفوت، مش الانتاج ولا المخرج، هو اللي رشحني، هو اللي كلمني بنفسه مكالمه تليفونيه وقال لي انا عايزك تعملي البطوله قدامي في الهلفوت، وهو اللي بعت لي السيناريو، قال لي انا هبعت لك السيناريو دلوقتي على البيت. وكان مهتم جدا. عادل امام ساعدني في فيلم الهلفوت، يعني هو طبعا مع كل بقى المجموعه الرائعه، الاستاذ وحيد حامد والاستاذ سمير سيف والحاج وحيد فريد يعني الله يرحمهم، كان فيلم لصناعه نجمه، يعني وقفوا جنبي جدا، وكان كل التوجيهات ان هم
يصنعوا نجمة للسينما. أو أنا أقدر أصنف حياتي ما قبل الهلفوت أقول إلهام شاهين نجمة تلفزيونية واشتغلت في أفلام محترمة، لكن مش أنا النجمة يعني بتاعت العمل. يعني زي أمهات في المنفأ، العار، البريء، لا تسألني من أنا، كلها علامات في السينما المصرية. لكن البطولة الكبيرة ليا أنا إن أنا أكون نجمة قدام نجم كبير هي فيلم الهلفوت، وهو كان السبب إن أنا أخد أول جائزة في حياتي كأحسن ممثلة. فأنا أقول لعادل إمام أنا لن أنسى فضلك عليا أبدا. هو له يد كبيرة قوي في وجود اسم إلهام شاهين في عالم السينما. صحيح، ويمكن ده دايما بيتقال عن الزعيم وبنشوفه في كل أعماله إنه بيقدم فنانين كتير للساحة الفنية. فيمكن حضرتك كنت بتتكلمي عن ده، أنا يعني بالي راح لفنانين كتير جدا ومن الجيل الجديد قدمهم الزعيم عادل إمام. طبعا طبعا، وبعدين ما عندوش أي مثلا أنانية، أو يعني هو اللي يغششنا، هو اللي يقول لنا يضيف لنا حاجات على السيناريو، حاجات مثلا تعمل إفيه، كان يقول لي مثلا لا قولي كذا مثلا في الجملة دي، وأتفاجئ وأنا بتفرج إن الناس بتضحك جدا، أو الناس بتسقف، أو الناس مبسوطة قوي. فهو عنده تاتشات حلوة قوي، جماهيرية جدا، بيساعد بيها كل الناس، الشباب الجداد اللي يشتغلوا قدامه. فعادل إمام زي ما هو فنان عظيم، هو إنسانيا عظيم. والحقيقة برضو ما نسلوش أبدا إنسانيا، إنه لما بيعرف إن أي حد فينا تعبان في مستشفى، مريض، راح لدكتور، أول واحد يكلمنا ويسأل علينا. ومش بس لو أنا تعبانة، أنا لو عندي حد من عيلتي، أخويا ولا أختي ولا حد من عيلتي تعبان، ألاقي عادل إمام لما يعرف يسأل ويكلمني ويقول لي طب أساعد في إيه، طب أكلم لك دكتور، طب عايزة حاجة. طب هو جدع جدا، هو راجل جدا، هو أخ كبير لكل الوسط الفني. ولذلك احنا فعلا لما بنقول زعيم الفن العربي، هو حقيقي زعيمنا، هو زعيمنا وأخونا الكبير. صحيح، اللي هو يعني بيلم الأسرة الفنية. ويمكن ده يعني الحالة الكبيرة من الحب اللي جوه الوسط الفني دي واصلة كمان للناس، الناس كلها بتحتفل بالزعيم على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا، طبعا، بيتناقلوا المشاهد، بيتناقلوا الإفيهات اللي احنا حافظينها جيل بعد جيل. فاحنا سعداء ان حضرتك معانا واحنا بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام. أشكر. شكرا جزيلا على النجمة إلهام شاهين. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.